بص يا اخوانا، عشان نقفل السؤال ده عشان بان عليه الشيعة كده مش هيجوا، والسؤال مدمر للشيعة، خلونا ناخد ده طب اتصال اللي هو المعمم اللي بيلف ويدور ده، ناخد اتصال ونشوف عنده ايه، وبعد كده ان شاء الله نغير ألو، الموضوع. السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. معك أحمد العراقي، شيعي إن شاء الله. اتفضل. أولا في موضوعك يا أشرف، يا وليد إسماعيل، طبعا أنا متعود على أشرف قريب يعني دائما أتصل به. معلش اتفضل، خش في الموضوع اتفضل. نعم، موضوعك هو موضوع الحلقة. اتفضل. موضوع الحلقة، إذا ممكن تعطينا مجال لنرى الرواية الموجودة في البخاري. أنا ما سألتك عن ممكن الرواية. أقرأها؟ أنا ما سألتك عن الرواية، أنا سألت أنتم تقولون أن محاولة الانتحار هي خبل من النبي، خبل من النبي. من نبيكم، أنتم نعم، بهذه الكلمة يعني وليد، من طيب نبيكم وجود ويسر به السم الشيعة. وهو يعلم، والرجل الذي يشرب السم وهو يعلم. أحسنت، جيد جيد لا، جدا. سؤال على طول، أولا إجابة لا على طول. تقل من الرجل النبي الذي وإنما يشرب نبي السم وهو السنة، نبي يعلم، هل هو الوهابي هذا مقبول؟ الذي أراد الانتحار. الرجل الذي يشرب السم وهو يعلم، هل هو مقبول؟ نعم، لا 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 نعم ولا لا. لا؟ أولا الرجل الذي يشرب الإمام السم وهو الحسن يعلم، سلام هل هو الله مقبول؟ عليه وجميع الأئمة. يا عم أنا ما سألتك عن اسمع جميع اسمع الأئمة، اسمع أنا وليد. بسألك الرجل الذي يشرب السم وهو مخبول أو هو يعلم، هل هو مخبول؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يا عم لا أنا ما سألتك على الله عز لا وجل، يسأل قل عما لي نعم يفعل لا وهم وبعد كده وهم بدخل في يسألون. الآية. اسمع قل لي نعم أو لا وبعد اسمع كده بدخل اسمع، في الآية. الرجل الذي الله يشرب سبحانه السم وتعالى وهو بما أن يعلم، هل هو الإمام الحسن مخبول؟ أنت ليش ما تسمعني؟ أنت ليش ما تسمعني؟ أنا بص، خليني عشان دقيقة أنا بس أتكلم. 1+1 عندي يساوي 2، فبسألك سؤال، الرجل الذي يشرب السم وهو يعلم، هل هو مخبول؟ هذا في دينك أنت مقبول كما يا أراد عم أنا نبيكم سألتك أنت وأنا قلت الانتحار، لك في هذه دينك إرادة ولا ديني؟ نبيكم. يا أستاذ، وأنا سألتك في دينك ولا ديني؟ أولا أنا وليد سألتك وليد في دينك وليد ولا ديني؟ أنا سألتك سؤال، الرجل وليد وليد الذي يشرب السم وهو يعلم، أهو مخبول؟ ها؟ ألو 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 ألو، ألو ما بقتش سامعني دلوقتي؟ ألو ألو ألو، معك 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 ألو معك ألو معك، نعيد وليد، السؤال تاني. ألو وليد، الرجل ألو الذي وليد، لا يشرب فهمت السؤال السم، فهمت السؤال فهمت السؤال. الرجل اسمع الذي اسمع يشرب اسمع، السم وهو يعلم، أهو مخبول؟ إذا كان يعلم بإرادته فهو مقبول، وإن كان يعلم بقدرة الله سبحانه وتعالى عليه فهذا ليس مقبول. جميل إن أوي. طب الله معلش، اشترى واحدة من واحدة واحدة المؤمنين. واحدة 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 اسمع واحدة، لو جالك سني اسمع، إن دلوقتي الله اشترى من اسمعني بس، المؤمنين اسمعني أنفسهم يا عم، وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فيها ويقتلون يا عم، وعدا اسمعني مش عليها هيسمع، حق. خلاص أسمعك غصب عنك، أسمعك غصب عنك. الآن لو جالك سني وقال لك أن الله هو الذي أمر النبي أن يحاول الانتحار، والله عز وجل هو الذي منع النبي من أن ينتحر حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، وحتى يعلم الناس أنه بشر وأن الثبات من الله، هتقول له إيه؟ تفضل. هل نبيكم بإرادته انتحر أم بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ لو قال لك واحد سني دلوقتي بقدرة الله، واستعمل العقيدة الشيعية وقال لك بقدرة الله أمر النبي أن ينتحر، وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينتحر حتى نعلم أنه بشر، حتى نعلم أنه بشر وأن الثبات من الله، هترد عليه تقول له إيه؟ لما عندكم هنا أنت لسه من شوية بتقول إذا كان الأمر من الله فهو ليس بانتحار، وإذا كان من نفسه فهو خبل. تفضل يلا. إذا نبيكم من نفسه أراد الانتحار بإرادة. غبي، برضو غبي، برضو غبي، سبحان الله، يلف ويدور ويبعد عن السؤال لأنه برضو غبي.
نتعمل ايه مع الغبي؟ نديله آية. ايه رأيكم؟ نحشره في آية. نحشره في آية. الآية يا سيدي بص بتقول ايه؟ اهي يلا تفضل ادي الآية. الله عز وجل يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما معنى تركن إليهم؟ يلا تفضل فصل لنا ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ هل الرسول الله ركن إليهم؟ أنا بسألك أنت. أنا الرسول الله ركن إلى الكفار أنا المشركين؟ أنا بسألك أنت كشيعي. ما أنا معنى لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا؟ تفضل. يعني لماذا لم يثبت قلبه عندما أراد الانتحار من فوق الجبل؟ لماذا؟ ولولا لماذا لم يثبت قلبه عندما أراد الانتحار؟ ما معناها؟ أنا جاوبك الآن؟ هو أنا مسكت لسانك إن أنت تجاوب ما تجاوب راح أجاوبك عزيز راح أجاوبك سيدي أنا أجاوبك تفضل اسكت اسكت لحظة 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 واحدة لحظة واحدة لماذا لم يثبت نبيكم يثبت قلبه عندما أراد الانتحار؟ أنا ما سألتك لماذا لم يثبت أنا سألتك لماذا لم يثبت قلبه عندما أراد زنأتك هذا نبيكم أراد الانتحار بنفسه حطيت المسمار في حطيت المسمار في بطنك من الآية اتفضل حضرتك دلوقتي اشرح لنا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ما معنى تركن إليهم شيئا قليلا؟ هل نبيكم ركن عندما أراد الانتحار؟ ما سألتك هل نبي؟ إجابة السؤال بسؤال دي لا تصح اشرح لنا الآية حسب المفهوم الشيعي تفضل أشرح لك الآية ممكن؟ بس فينا مجال خلينا نتكلم اتفضل قهوة أنا نعم. متشكل أولا على قولك هذا أنا ما سألتك قولي أنا بأن نبيكم قولي. أراد أن أنا عايز أعرف لغة وشرعا ما يا معنى مجال. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا اتفضل فصل لي وليد لقد كدت تركن إليهم آخر. شيئا بس أنا قليلا أنا أتسار معك أنا معك الآن أنا معك أنت خذتنا الغير موضوع بس أنا معك راح أفسر لك الآية حسب تفسيركم انتم لا مش حسب تفسيرنا اذا كان رسول الله سيبك من تفسيرنا احنا عايزين التفسير بتاعك انت بتاع الشيعة راح افسر لك من تفسير الشيعة ما تقعدش تقول لي حسب تفسيركم انتم وحسب تفسير مش عارف ايه اتفضل اشرح لنا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا اتفضل وهل رسول الله ركن اليهم انت بمفهومك شنو رسول الله ركن اليهم شيئا قليلا يا عم انا ما سالتك سبحان الله انا ما سالتك عندنا هي ايه ولا بتفسر الايه بفسر الايه انا سالتك لو سمحت تفضل اشرح لي لو جالك واحد نصراني دلوقتي اسمعني بس اسمعني لو جالك واحد نصراني دلوقتي وقال لك لو سمحت كشيعي اتفضل اشرح لي لقد كدت لا المفروض يسالك المفروض يسالك لان نبيك اراد الانتحار المفروض مش يالا يا معمم يالا بش وهش وكش ونش يا شوية جبناء والله العظيم دمرنا دينهم لأنهم أبعد الناس عن القرآن الكريم الآية أساسا مش محتاجة شرح الآية مش محتاجة شرح وأن الثبات من الله عز وجل فمش محتاجة أساسا شرح